المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيب. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله غيرك، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار عذابك، وفي كل شيء آيتك وحكمتك. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اتصل تصل يا مديون، اتصل يا مريض، اتصل يا من كبلته الهموم، اتصل يا من أغلقت في أبوابه في وجهه الأبواب، اتصل اتصل بمن ينادينا جميعا فيقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اتصل بالله عز وجل، وأعظم وسيلة تتصل بها مع الله هي الصلاة، فالصلاة صلة بين العبد وبين الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فأعظم وسيلة يتصل بها العبد مع ربه عز وجل هي الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. فإذا سجدت فاسأل الله ما شئت، ولا ترفع رأسك من سجودك حتى تطلب من الله ما تتمنى، وألح على الله عز وجل وادعه فإنه قريب في ذلك. أحبتي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه باليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فراحتنا وسعادتنا واطمئنة قلوبنا تكون في صلاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر قال: يا بلال، أرحنا بالصلاة، لأنه يجد فيها راحة لقلبه وراحة لنفسه وسعادة لروحه، فيهرى إلى هذه الصلاة. فأين نحن من هذا الاتصال العظيم؟ أين نحن من اتصالنا بالله عز وجل؟ ذلك الاتصال العظيم الذي تتصل فيه مع ملك الملوك، تتصل فيه مع من بيده خزائن السماوات والأرض، بخشوع وخضوع واطمئنان، فتسأل الله ما شئت، فلا تخرج من بيته إلا وقد لبى لك طلبك، أو كتب لك من الأجر، أو كتب لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، أو يسر لك أمرك. لن تخرج من بيته إلا وقد تغيرت روحك. ولذلك دائما نقول: اتصل اتصل لتصل إلى سعادة الله بالدنيا وسعادته في الآخرة، اتصل لتصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اتصل لتصل إلى راحة لقلبك، اتصل لتصل إلى تسهير أمورك، اتصل لتصل إلى سداد ديونك، اتصل لتصل إلى شفائك من أمراضك أو شفاء من هو مريض عندك، اتصل لتصل إلى راحة وسعادة ما يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. كثير من الناس يغفلون عن هذا الاتصال، وإن اتصلوا كان اتصالهم
الله أعلم به. فينبغي أن نحسن الاتصال بالله، وينبغي أن نقف خاضعين بين يدي الله عز وجل حتى يقبل الله منا ويعطينا سؤلنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتجاوز عني وعنكم، ويشرح صدري وصدوركم، وييسر أمري وأموركم، وأن يحسن اتصالي به واتصالكم. والسلام عليكم ورحمة الله.